بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم. ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخذنا في صفة الصلاة ماذا؟ كيفية وأخذنا حكم السهو في الصلاة. حكم السهو. قلنا أقسام سجود السهو كم؟ أو السهو في الصلاة؟ ثلاث. زيادة ونقصان وشك. نعم، فتح الله عليك. من يذكر لي شروط الوضوء؟ نعم. الإسلام والعقل والتمييز والنية. الإسلام والعقل والتمييز والنية. قلنا هذه الشروط الأربع في كل عبادة، إلا أن بعض الشروط قد يتغير في الحج والزكاة. الإسلام خرج بهذا ما لم توضأ الكافر فوضوءه باطل، والعقل وضوء المجنون باطل، والمميز هو الذي يفرق، وفي الغالب أنه بين 7 سنين مميز. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ثم بعد هذا قال استصحاب حكمها. استصحاب حكم النية بأن لا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة. مثاله الآن بدأ توضأ وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس مع الأذنين، بقي عليه غسل رجليه، قال أنا لا أريد إكمال هذا الوضوء، وإن شاء الله إذا أذن لصلاة العشاء أتوضأ مرة أخرى. إذن هنا قطع النية؟ نعم، أي في وسط الوضوء. ثم بعد أن قطع النية غسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، وضوءه باطل لأن النية انقطعت في وسط الوضوء. كما لو قطع النية في وسط الصلاة فالصلاة باطلة. طيب، توضأ وضوء كامل وبعد الانتهاء من الوضوء قال إن شاء الله إذا أذن لصلاة العشاء أتوضأ وضوء آخر، ثم صلى بالوضوء الأول ولم يتوضأ وضوء ثاني، فالوضوء الأول صحيح ولا يؤثر هذا تغيير النية بعد الوضوء، مفهوم؟ نعم. انقطاع موجب الوضوء. انقطاع موجب الوضوء، هناك أشياء توجب الوضوء مثل أكل لحم الجزور. رجل يأكل لحم جزور وهو يأكل أخذ يتوضأ، يصح؟ أقول لا، لابد من انقطاع موجب الوضوء. انتهي من أكل لحم الجزور ثم بعد هذا توضأ. أو مثلا وهو في الحمام يبول، أخذ يتوضأ وهو يبول، ما يصح، نقول انتظر حتى ينقطع البول، ثم كذلك قبل أن تتوضأ لابد من الاستنجاء أو الاستجمار. لما له استنجاء أو استجمار؟ فأكل لحم الجزور ليس له لا استنجاء ولا استجمار، النوم كذلك، أما البول والغائط لابد من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء. نعم. استنجاء والاستجمار إباحية مائه وطهوريته. طهورية الماء، لم يجد ماء يتوضأ به ماذا يصنع؟ يتيمم. وجد ماء لكن هذا الماء نجس يتوضأ به؟ لا، يتيمم. وجد ماء عند إنسان فطلب منه الماء قال لا أعطيه، ماذا يصنع؟ يتعدى على هذا ويأخذ الماء بالقوة؟ لا، يتيمم. نعم. إزالة ما يمنع وصول، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا كان مثلا على أحد أعضاء الوضوء شيء من طلاء الجدران أو عجين، ماذا يصنع؟ يزيل هذا ثم بعد هذا يتوضأ. النساء هدانا الله إياهم يعني يضعن شيء على الأظافر يسمى عندنا على اسمه مناكير، أي منكرات توضع على الأظافر، فإذا أرادت أن تتوضأ ماذا تصنع؟ لابد من إزالة المنكر أولا
نعم. ثم بعد هذا يكون الوضوء صحيح، مفهوم؟ لكن لديه تركيبة أسنان مثلا، هذا لا ينزعها. نعم. دخول وقت الصلاة بحق من حدث دخول وقت الصلاة، وهذا سيأتي معنا أن هذه المسألة عند من يقول أنه يجب أن يتوضأ في لكل صلاة، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. أركان الوضوء، فروض الوضوء. فروض الوضوء. نعم. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق. يا أخي، إذا أردت أن تلخص فروض الوضوء تقول أربعة ذكرت في الآية مع الترتيب والموالاة، كم هذه؟ ستة. هذه فروض الوضوء. الوجه مع المضمضة والاستنشاق. غسل اليدين مع اليدين مع المرفقين. مع المرفقين، واليد هنا يدخل فيها المرفق وكذا. نعم. مسح جميع الرأس. مسح جميع الرأس ومنه الأذن. مع الأذنين. غسل الرجلين مع الكعبين. الرجلين مع الكعبين. والترتيب الموالاة. الترتيب أن يرتب كما رتب الله، والموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف. وهذا يأتينا في صفة الوضوء. مثاله، وهو يتوضأ الآن، تمضمض واستنشق واستنثر وغسل الوجه، ثم دق الجوال، فأخذ يكلم هذا في الجوال خمس دقائق، ماذا يصنع الآن؟ يعيد الوضوء من جديد، وهذا بخاصة في أيام الحر، لأنه يكون العضو قد جف الوجه الآن في هذه الصورة. لكن مجرد ما دق الجوال قال أنا أتوضأ وإن شاء الله أكلمك بعد قليل وأكمل، يصح. وهو يتوضأ انقطع الماء، فكان لديه إناء آخر فيه ماء، فأخذ الإناء الآخر وأكمل، يصح. يصح. وهو يتوضأ وجد على يده عجين مثلا أو طلاء جدران، فأخذ يزيل هذا الطلاء، يصح. يصح، لأنه مشتغل بشرط الوضوء. نعم. نواقض الوضوء. نواقض الوضوء. الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين مطلقا، كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء، بول وغائط ومذي ومدي وودي وريح وحصى وديدان وحيض ونفاس ودم، كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء. طيب، فإذا خرج شيء من السبيلين انتقض الوضوء. نعم. الخارج الفاحش النجس، النجس. الخارج الفاحش النجس من غير السبيلين، لأنه لو خرج من السبيلين ناقض الوضوء ولا إشكال. من غير السبيلين، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إذا كان هذا الخارج من جنس البول والغائط فهذا ناقض، وإلا فغير ناقض. نعم. زوال العقل بنوم. زوال العقل. في الحقيقة أن النوم ليس بناقض الوضوء، لكن مظنة لنقض الوضوء. فإذا كان غلب شيء من النعاس لكن يسمع ويدري بنفسه أنه لم يخرج منه شيء، فهذا لا ينتقض وضوءه، حتى إن كان النعاس كثير. وكان النعاس جاءه نعاس ولا يدري خرج منه شيء أم لا، فهذا ناقض. إذن الصحيح أن النوم غير ناقض الوضوء، لكن هو مظن لنقض الوضوء. فننظر في هذا النعاس، إذا كان يشعر بنفسه فغير ناقض، لا يشعر فهو ناقض. أنت قال مس الفرج. لا لا، الأول زوال العقل بنوم. زوال العقل بنوم أو سكر أو جنون أو مخدر مثلا. نعم، زوال العقل بنوم أو جنون أو سكر أو إغماء أو مخدر. نعم.
مس الفرج قبلا كان أو دبرا من غير حال. مس الفرج هو أصلا المس بلا حال، هذا لا يسمى مس. فالمس شيخ الإسلام يقول يستحب له الوضوء، نعم، وإن صلى فالصلاة صحيحة، إلا إذا خرج شيء أصبح الناقض الآن خارج من السبيل. نعم. أكل لحم الإبل، أكل لحم الجزور خاصة، فلو أكل لحم بقر، لحم غنم، دجاج مثلا، فغير ناقض. الردة عن الإسلام عابر، الردة نسأل الله السلام عافية، مبطل كل الأعمال. نعم. مس المرأة غير ناقض، لم يذكر، إذن غير ناقض، هذه ثمرة الحفظ. حمل الميت ذكر؟ لا، غير ناقض. فهم؟ أي نعم. طيب، صفة الوضوء أن ينوي والنية محل القلب، ثم يسمي، ثم يغسل الكفين، يغسل الكفين. غسل الكفين ذكرناه في فروض الوضوء؟ لا، إذن سنة، إلا إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، مفهوم؟ طيب، يغسل الكفين ثلاثا وجوبا في نوم الليل، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا كذلك في نوم الليل. كيف يستنشق ويستنثر؟ يأخذ الماء في حفنة في يده اليمنى، ثم يدخل الماء في فيه ويستنشق، ثم يستنثر بشماله ويمج الماء من فيه. أدنى إدارة للماء في الفم تجزئ، لكن بكم غرفة؟ هذه بغرفة واحدة، لأن بعض الناس يتمضمض ثم يأتي بماء آخر ويستنشق ويستنثر، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. إن صنع الآخر وضوء صحيح. طيب، ثم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، هذا هو الوجه. اللحية هل تغسل؟ نعم، ما استرسل من اللحية يغسل لأنه تحصل بها المواجهة، لكن هل يخلل اللحية؟ التخليل إما أن يدخل يعني الأصابع بين اللحية، أو يأخذ حفنة من ماء هكذا ويخلل ما تحت اللحية. ما حكم تخليل اللحية؟ تعال لي. نعم، ما حكم تخليل اللحية؟ إذا كانت اللحية كثيفة يعني لا نرى الخد أسفل من اللحية، فالتخليل هنا سنة. إذا كانت اللحية كثيفة، إذا كانت اللحية خفيفة مثل لحية الشيخ، يعني الآن يرى الخد أسفل من اللحية، لحية خفيفة، فالتخليل عند هذا واجب، لأن المواجهة تحصل باللحية وبما تحت اللحية. وإذا كانت اللحية كثيفة يعني لا يؤخذ، فالتخليل سنة. جزاك الله خير. التخليل عندنا تخليل في التيمم، لا تخليل في التيمم للحية. تخليل واجب سواء كانت خفيفة أو كثيفة، هذا في الاغتسال وسيأتي معنا في تفصيل هذا في الوضوء. إذا كانت خفيفة فالتخليل واجب، وإذا كثيفة فالتخليل سنة، مفهوم؟ نعم. ثم بعد هذا يغسل اليد اليمنى. هنا اليد من أطراف الأصابع، لأنه لا يكفي عندما بدأ وغسل كفي، الآن هنا يغسل من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين. طيب، هل يشرع في العضد؟ لا، يغسل اليمنى أولا
ثم اليسرى ثم يمسح. ما الفرق بين المسح والغسل؟ الغسل يتقاطر الماء من العضو، والمسح لا. يمسح لا يغسل الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ولا يأخذ ماء جديد للأذنين، ويدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهم، ثم يأتي إلى الرجلين، يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين، ويخلل ما بين الأصابع بخنصره، لأنه في الغالب أن أصابع الرجل متلاصقة، وفي الغالب أن الرجل مظنة لحمل الأوساخ. مفهوم؟ يغسل اليمنى ثم اليسرى ثم يأتي بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا صفة الوضوء. يتوضأ مرة أو مرتين أو ثلاث مرات بحسب مقتضى الحال، كما ذكرنا لكم عن الشيخ تقي رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة ماذا يصنع؟ يتوضأ ثلاث مرات؟ لا، يتوضأ مرة، لأن بعض الطلاب هدانا الله إياه يظن أنه أكمل شيء أنه دائما يتوضأ ثلاث مرات. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مرة ومرتين وثلاث مرات. طيب، فينظر بحسب مقتضى الحال. طيب، يزيد عن ثلاث؟ لا، مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبذير، إلا إذا كان هذا أمر عارف، يعني لا يقصد به التعبد. مثاله، كان على رجليه أذى وغسل ثلاث مرات وبقي شيء، ماذا يصنع؟ يزيد. الزيادة هنا ليست من باب التعبد، وإنما من باب إزالة الأذى. مفهوم؟ طيب، يبقى معنا الاغتسال والتيمم. التيمم سهل، ينوي ثم يسمي ثم يضرب ضربة واحدة فقط على الأرض، على التراب، على الطين، على الحصى، على الحجار، على الصخر، ضربة واحدة فقط على الأرض، على التراب، على الطين، على الحصى، على الصخر. يضرب على مثل هذه الطاولة؟ لا. على الخشب؟ لا. ضربة واحدة، ينوي ثم يسمي ثم يضرب ضربة واحدة، ثم ينفخ في كفيه إن كان فيهما شيء من التراب، أو يضرب لإحدى كفيه على الأخرى، ثم يمسح على وجهه بتخليل لا تخليل هنا، ويمسح بباطن كفه اليسرى على ظاهر كف اليمنى بدون تخليل، وبظاهر كف ثم بظاهر بباطن كف اليمنى على ظاهر كفه اليسرى. انتهى التيمم. ينوي ثم يسمي، النية محل القلب، ثم يسمي ثم يضرب ضربة واحدة، ثم ينفخ فيهما أو يضرب إحدى كفي على الأخرى إن شاء، ثم على وجهه بدون تخليل يمسح على وجهه، ثم بباطن كف اليمنى على ظاهر كف بباطن كفه اليسرى على ظاهر كفه اليمنى، ثم بعد هذا بباطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى بدون تخليل الأصابع. مفهوم؟ طيب، صفة الاغتسال. الاغتسال ينقسم إلى قسمين: اغتسال مجزئ واغتسال كامل. هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكمل اغتسال. الاغتسال المجزئ سهل، أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق، هذا اغتسال مجزئ. أعيد: أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. التخليل هنا واجب،
مع المضمضة والاستنشاق. انتهى الاغتسال المجزي. الاغتسال أكمل اغتسال اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل الفرج، وإن أصابه شيء وكان في يده شيء من الأذى يغسل يديه بالماء والصابون أو بالتراب مع الماء، ثم بعد هذا يبدأ ويتوضأ بالصفة التي تقدمت معنا حتى يأتي إلى رأسه يروي بالماء. بقي الآن رجل اليمنى ثم اليسرى، يؤخر غسل الرجلين، يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يتنحى قليل إذا كان الماء يقف، وإذا كان يمشي كما هو الحال عندنا ولله الحمد، ماذا يصنع؟ يغسل الرجلين، وهذا أكمل اغتسال واغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى يغسل فرجه، ثم إن كان في يديه يعني علق فيهما شيء من الأذى يغسل بالصابون أو بكذا، ثم بعد هذا يبدأ يتوضأ وضوء الصلاة حتى يصل إلى رأسه، يروي بالماء يعني يتحقق من وصول الماء إلى أصل البشرة، ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى. مفهوم؟ طيب، هذا ما يتعلق بصفة الوضوء والتيمم والاغتسال. يبقى معنا أمر مهم وهو إزالة النجاسة. إزالة النجاسة، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنها على ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. خالفنا الترتيب لعلة. مغلظة ومخففة، ما عدا المغلظة والمخففة متوسطة. النجاسة المغلظة نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء، نغسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، هذه نجاسة مغلظة، 7 مرات أولاهن بالتراب، نجاسة الكلب فقط. طيب، نجاسة مخففة يجزئ فيها النضح، والنضح معناه رش الماء فقط بلا عصب، والنجاسة المتوسطة لابد فيها من رش مع عصر. طيب، المخففة بول الصبي أي الذكر الذي لم يأكل الطعام، يعني يرضع من الأم دون الفطام، وغالب طعام هذا هو حليب الأم. بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والمذي، المذي سائل لزج لا لون له كالماء، يخرج عند التفكير أو كذا. نجس، نجس. ناقض الوضوء، ناقض الوضوء، تقدم معنا خارج من السبيل المطلقة. إذا جاء على الثوب نجاسته مخففة، ماذا تصنع؟ ترش الماء فقط مع غسل الذكر طبعا وغسل الخصيتين، لأنه يكون بهذا قطع لهذا الخارج بإذن الله. قال اغسل مذاكيرك وتوضأ. المني طاهر، لماذا ذكرناه هنا؟ ذكرناه هنا لأنه إذا كان رطب ينضح يرش بالماء فقط، وإذا كان قد جف وأصبح يابس يفرك يحد. ولو صلى وعلى ثوبه مني فالصلاة صحيحة، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة المني عن الثوب إذا كان رطب يكون بماذا؟ بالنضح، رش الماء فقط. مفهوم؟ يعني لماذا أدخلناه هنا؟ أدخلناه حتى نبين أنه إذا كان رطب ينضح، ولو صلى وعلى ثوبه مني فالصلاة صحيحة ولا شك. والله أعلم.
ما عدا المغلظة والمخففة متوسطة. رش الماء مع العصر، مفهوم؟ أي نعم. مثاله، دخل إلى دورة المياه وسقط على ثوبه نقطة من البول، هنا ماذا يصنع؟ يأخذ الماء يرش ثم يعصر وأخرج الصلب، ولا يضره بقاء اللون والريح. وهذا الدين يسر، لأن أحيانا تمشي في الطريق وينزل على الثوب نجاسة، فماذا تصنع؟ الدين هذا يسر لله الحمد. نزل على السروال مثلا مذي، ماذا يصنع؟ يرش الماء فقط. لكن قلنا ناقض الوضوء واغسل الذكر والخستين على ما تقدم معنا، مفهوم الدرس؟ طيب، من يعيد لي شروط الوضوء مع شرحها؟ فقط؟ بسم الله، أمر لله. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الوضوء عشرة. الإسلام، الإسلام خرج بهذا ما لو توضأ الكافر. العقل، خرج بهذا ما لو توضأ المجنون. التمييز، خرج بهذا الغير مميز. فوضوء الصغير صحيح أم لا؟ إذا كان مميز وضوء صحيح، وإلا فلا. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. كما لو نوى التبرد، جاء إلى دورة المياه وأخذ يغسل الكفين تمضمض.